وصحيح كان مونديال يعني بنكهة عربية خليجية، أحسنت دولة قطر تنظيمه وكيف لا، وهي تستعد منذ 13 عام، وبالتالي يعني استحقت الإشادة. الدروس المستفادة على مستوى المدرب المواطن زميلتي أسماء، المدرب المواطن بين معقفين، يعني وليد الركراكي نجح فيما فشل فيه مدربون سواء مروا على المغرب أو تونس أو مدربين يعني أجانب جاءوا بأموال كبيرة وبضمانات لديهم يعني جرين كارد، يعني بطاقة مفتوحة لفعل ما يريدون. الركراكي كمدرب مواطن قدم نموذج مميز دون أن يمتلك يعني سي في كبير بعد فتح الرباطي وبعد التجارب في قطر. وليد بشخصية اللاعب الدولي السابق بصرامة كبيرة جدا، لكن بتلك العبارة التي تختصر حسب رأيي المتواضع تختصر الركراكي، هو قريب من اللاعبين، قريب من الفيستيار كما يقال. الدراري الدراري قل لهم ما قصروا، والدراري عملوا، والدراري سواوا. هذه هي علاقة القرب هذه بين اللاعب الدولي السابق. ولا ننسى يعني قضى أكثر من 10 سنوات احتراف في الدوري الفرنسي، وهذه العلاقة القوية لأنه يعرف جيدا غرفة التبديل ويعرف عقلية اللاعبين. يكفيه أنه أرجع زياش يعني إلى العاطفة وإلى مشاعر الوطن، يكفيه أنه يعني نجح في هذه التوليفة بين المحليين وبين الجالية المغتربة المحترفون في أوروبا. هذه العلاقة لم تكن سهلة يعني في التاريخ سواء في تونس أو في المغرب، عملية الكوكتيل أو إيجاد اللحمة بين نجوم أوروبا ونجوم البطولة المغربية. نجح الركراكي أين فشل يعني عديد الأسماء الأخرى فشلت في ذلك، وبالتالي هذه من الدروس. يعني الركراكي بعقلية متفردة هو سوبر ستار هذا المنتخب، ودروس مستفادة عديدة منها القوة الناعمة المغربية التي بفضل يعني عمل الجامعة الملكية لكي نعطي الحق لأصحاب الحق. هذا ليس عمل أخت الكريمة، عمل أسبوع أو أسبوعين لكي تهزم البرتغال أو إسبانيا أو تتعادل مع كرواتيا، هذا عمل سنوات وسنوات أيضا حسب اعتقادي يحسب في رصيد الجامعة الملكية لكرة القدم وفي رصيد البلاد، لأنه بالنهاية أعرف جيدا أن الحكومة المغربية والدولة المغربية وملك المغرب يعني جميع الأطراف ساهمت فيما وصل إليه منتخب أسود الأطلس، ولعل أكاديمية محمد السادس التي انطلقت منذ 2007 في سلاء مع فروع متعددة، يعني هذا العمل القاعدي مهم جدا. النجاح ونصف نهائي كأس العالم يبدأ من تحت، يبدأ مع التكوين القاعدي ومدارس الكرة، والمغرب فعلا نجح في هذا المشروع لأنه أفضل توقيت زميلتي أسماء لكي نتحدث على الأمور من تحت، يعني على الأكاديميات الأندية، وبالتالي الجميع ساهم في هذا الإنجاز التاريخي. وديما مغرب إن شاء الله أختي الكريمة، ديما مغرب. شكرا.